بعد صراع طويل مع المرض انتقل إلى عفو الله صبيحة هذا اليوم الأديب والمفكر المغربي عبد الرحيم المدن. الراحل يعد من رواد أدب الرحلة والقصة الطويلة والقصيرة، وبرحيله تفقد الساحة الأدبية ببلادنا أحد أبرز الكتاب الذين تركوا بصمات واضحة في الأدب المغربي الحديث. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.